الله عز وجل هو الشكور. عمل صغير، كلمة سبحان الله تقولها أنت، يشكر الله عز وجل على عمل الإمام الحسين، على عمل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الله لا يشكره، شكره أي شكر. أصبح اسم الحسين هو معادلة الله الكبرى في هذا الكون، اسم الحسين. أصبح الباب الأكبر إلى الله عز وجل اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل أبقى شيئا ما أعطى للحسين، خلاص شيء مفتوح. تريد أن تدخل إلى معادلات الله الكبرى، أدخل إلى بوابة الإمام الحسين، تشرب الماء، تذكر الإمام سيد الشهداء، تلعن قاتليه، عمل حجم صغير جدا لأن فيه اسم الحسين، لأن العمل مرتبط بسيد الشهداء، ثوابه ثواب لا تصل عقول البشر كلهم إلى عظمة هذا الثواب. هذا العمل الصغير.